مش كل حب بينتهي تبقى انتهي بعد الحياة. على كل قلب بينجرح بيقطع مظلمة. كل اللي عدى بيتنسيني فتقال ويفوت أوام ويضيع صفام. ده القلب فيك الحوت صابر في قرطاج في المزرعة قرطاج في سهرة الفنانة التونسية ذكرى محمد. تعرفني أنا ديما نجي نحب نشجع ولاد بلادي ونشجع التوانسة الكل، لأنه يلزمنا احنا نقفوا معاهم بخلاف أنه الجمهور كيف كيف لازم يقف معاهم، وعلى غيرها كيف كيف حتى المطربين العرب الكل يحبوا نسمعوا جديد ويحبوا نفرهدوا كما هم يتفرهدوا يجيوا لتونس، احنا زاد نفرهدوا بهم. طبعا حتى نستغل الموقف هذا باش نحكي على السهرات اللي حضرت فيها انت السنه في المهرجانات، سواء اصدقائك او الفنانين التوانسه او اللي حبيت اللي تشوفهم معناها كصابر الشخص يعني المتفرج المواطن العادي بيتفرج على العروض. شنو اللي حضرت؟ حضرت طبعا عرض عدنان الشواشي، حضرت المجده، حضرت تو نحضر ذكرى كيف كيف، حضرت المسرحية مقداد السيلي، من كرش توا مشيت الحمامات كيف كيف، من نسيت شفتك عند عدنان في في حلقة الوادي، حضرت في يعني مجموعة عروض اللي شفتها وتشرفت اني
كنت موجود غاديك يعني شيء يشرف، وخاصة كي يبدا كما قلت لك يعني فنانين التوانسه يلزمنا نقفوا معاهم. شكرا صابر. عايشك أستاذ سامي. نعتذر للإذاعة طبعا، نعتذر. مرحبا بك. مرحبا بك. طبعا تقابلنا عامين التالي، سنتين التالي مع لطيفة العرفاوي مرة أخرى مع فنان تونسي هنا. أيوة سيدي، أنا هردا مع الأخت العزيزة مخي معلش تركيز كبير مع الجمهور التونسي مع ذكرى محمد. مع ذكرى، انا طبعا انا بحب الشعب التونسي جدا حضرتك ملاحظ دي، لان انا جيت اكثر من مره وكنت باجي مع عبد الحليم تونس كتير الحمد لله، والشعب التونسي عزيز عليا والله بحقيقه يعني، وانا سعيد ان انا موجود في بلد الحبيب تونس اعتبرها بلدي الثاني، وليه الشرف العظيم ان انا هتشارك معاكم في حفلات التلفزيون. كيف حال الآلة الموسيقية الرائعة اللي ديما تعرفت بها منذ قدم الزمان مع عبد الحليم حافظ؟ هالساكسفون مازلت تقدم عروض وحدك أم أنك فعقدت مع فرقة موسيقية؟ لا أنا عملت كتير موسيقى لوحدي، وعملت الآن نحكي لك نعرف عندك تاريخ، أما الآن يعني الآن بعمل بشتغل مع الفرق يعني، مع بعمل سولو كسولست مع أي فنان أو أي فنانة. نعم. مساهمتك الليلة بشكون؟ فماش عصف منفرد لوحدك ولا مع الفرق الليلة؟ مع الفرق إن شاء الله. كل حظ سعيد، شكرا لك. الله يخليك، شكرا. أنا اللي متشكر جدا للتلفزيون التونسي، وألف أهلا وسهلا بيك. مع الشكر لك. العافية حبيبي، الله يخليك حبيبي. وحياتي
ذكرى محمد منكم وليكم، جيت على خاطركم، جيت بكل ما أحمل من عبارات الاحترام والشكر والتقدير، وبكل ما أحمل من فن أو المشوار اللي أنا عملته في السنين اللي تغربت على بلادي، ويا ربي نكون عند حسن ظنكم.